خليك تقرب منها. ست قالت لك سددت الرهن يعني سددت الرهن. انت ما دخلك يا ولد، رجع مطرح ما جيت، ما تعاطب المقلك فيه احسن لك. ليه انت اللي عم تفتري على العالم مش انا؟ خد ضابط تبعو لك وفل من هون احسن لك. سكي تدي لا ايت اون انسولت كما اوستيم ولا تغسي. لك منين عم يطلع له الولد؟ روح من هون اصلا بشوف شي ما بيعجبك. ها لا انا مش خايف منك، مش لانك بتعرف لك كم واحد فرنساوي يعني بحق لك تيجي ترعب الناس الامنه ببيوتها وتاخذها منهم. ايكوت ما بيان بيتيت بيست، سي با باسكو تي ان غارنمان امبيرتينون كو تو فا دير تو سكي تو باس بار لا تيت. قلو للضابط تبعو لك اني ما فهمت شي من اللي حكيته. ما فهمت شي، روح فل من هون. خد ضابط تبعو لك على بدعسك انت وياه. عفوا شو عم بيصير هون؟ ليك مين في هون؟ هيك ناقصني بعد. يا استاذ زهير، هيدي الورقة بتثبت انه ست فدوى دافعة كل ديونيتها، يعني البيت بعده لإلها. أظن انه البنك غشوك إلك. أنت أكيد غلطان. دكتور باتريك أنا بأكد لك إني أنا سددت الرهنية، إذا بدك سأل دكتور مجيد. هالزلمة مصر يخد لي بيتي، سبق وقلت لك بيتي مش للبيع. أنا دافع مصرياتي وهيدا حقي. لك شو بك بعد ما فهمت؟ قلت لك بيتها مش للبيع. اسكت يا ولد والا وطي صوتك، وطي صوتك، ما تحكيلي بهالطريقه. تركني تركني شو على ورا، خليك ورا روق، خليني انا احل المساله. شو شغل اليوم؟ ايه وانت شو عم تعمل هون؟ نسيت غرض بوتي جيت خدته. فرصه اليوم ما هيك؟ يلا بدك شي؟ ليك سليم، رايحين بعد الشغل انا ورفقتي نتفرج على هول بنات اللي بيوقفوا على الزيتونه، تجي معنا؟ لا لا مش قادر. ليش؟ لان مش قادر وبس. يي شو ما بتخليك الماما؟ لا وبس. ايه استوفل كسك لي كتفي. عند الست فيرجيني؟ بتعرفها؟ لا ما بعرفها شخصيا، بس بعرف بيتها وبعرف شو بتشتغل. طيب ليش ما بتحكي معها تا تشتغل عندها حنان؟ لا 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 أنا أكيد ما رح أحكي معها، ولا رح أخلي كمان حنان تشتغل عندها، أكيد لا. ليش؟ لأنه الست فيرجيني عندها أو ببيتها بتشغل بنات، والعسكر الفرنساوي بتردد كتير لعندها. وشو يعني بتشغل بنات؟ مع حنان كانت رايحة تشتغل عندها. بتشغل بنات يعني دعارة. وانت رايح لهونيك شي مرة؟ لا سليم، هل كنت عبالك تروح بدك ياخدك؟ لا خلينا بموضوعنا. ليه متل عايش صعبي؟ عم تقلي إلي؟ ليك شو صعبي؟ أنا كتير زعلان أنا مش قادر أكون حدك وأحميك. ما تزعل سهيل، مهم انا وياك صحتنا منيحه والباقي كله بيتعوض. شو بك؟ شو في سهيل؟ خير؟ في خبر بعيونك؟ لو ما في شيء ما كنت جيت لعندي على المستشفى، كنت نطرتني عشي اجي لعندك انا على القهوه. حدا عرف هويتي؟ لا 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 ما حدا عرف شيء، بس شو في؟ في خبرية مش كتير منيحة بدي خبرك اياها، اكيد رح تزعلك. شو هي؟ قول بقى. بس قبل بدي توعديني ما بتعملي اي شيء بلا ما تحكي معي. بوعدك بس احكي. العسكر الفرنساوي صادروا بيت رمالي وعارضينه للبيع. بيتي؟ بيتي؟ بدون يبعوا لي بيتي؟ فضلت انا خبرك الخبرية احسن ما تسمعيها من حدا تاني. بيتي انا؟ ليش؟ بيكفي قتلوا لي بيي؟ ما بيكفي انه بيسببون خيي مشرد ومش عارفه اذا هلا ميت ام طيب؟
ما بيكفي انه انا هلا مش عارفه حالي مين وكيف وليش. ما بيكفي انه قاعده عند ناس مش طايقين وجودي، بدهم يقتلوا بيتي كمان زي ما ليش؟ ليش بيتي؟ صدقيني ما بعرف شو بدي اقول لك. بركي بركي خبريه مش مزبوطة، بركي في شي مش مزبوط. أنا تأكدت من الموضوع بالبنك. قديش بدهم؟ 1500 ليرة. 1500 ليرة؟ منين بدي جيبهم؟ أنا صممت شوية مصاري بشغلي مع زهير. لا يا سهيل، هو مصرياتك مش مش معقول ياخذهم منك. بس هذا بيتي مثل ما هو بيتك. بيتي؟ حتى بيتي رح اخسره. ما بيكفي اني خسرت حالي واهلي ومستقبلي. شو بعد بقي لي؟ شو رح يبقي لي؟ دخيل جريكي ما بقى تبكي. بس تبكي بتقطعي لي قلبي. لا مش قادرة، مش قادرة بقى. كيف هيك؟ خالي اكيد مش رح يعطيني المصاري، ما في حدا بعرفه بيقدر يساعدني. إذا بدي روح شوف بيتي لآخر مرة بتروح معي؟ أكيد مش رح خليك تروح وحدك. مساء الخير مرت خالي. أهلا يا قلبي. تعبانة؟ يعني تعودنا على التعب. بعمل لك لقمة تاكليها؟ لا ما بدي شي. حاسه فيك وبتعبك بس مش قادرة اعمل شي. لا ما بدي شي. طيب انا لازم فوت نام. تصبحي على خير. وانت من اهله انتبهي على حالك. علموك تشرب مثل العالم والناس وبعدين مسحت امك. بين رجع بكير الليلة. ايه تعبان كثير، كان عندي 5 عمليات. منيح هيك بركي بتنبسط الست زينة، بتوقف شوي البر والنق. اصلا انا فهمتك كلمتين انه لازم تتعود على طبيعة شغلي لانه ما عندها غير حل. بعدين انت عطيها شوي من وقتك يعني قد ما يكون. ليك شو رايك تحتفظ بنصايحك لحالك؟ هيدي حياتي وشغلي وما بحب حدا يتدخل فيهم. اصلا ما دخلني. بعدين ما بيهمني لا امرك ولا امره. يا على فكره
حنان مريضة صار لها فترة، قلت لها تمرق لعندك لتفحصها. ايه بكرم عينك استاذ سليم. وكشربها منيح. تكرم عينك، بكره بفحص لك حنان وبطمنك عنها. غيره في شيء؟ بس اهتمك سلمك انا خلص. يا عمي ما بدي. فظيع انت شو عنيد؟ فظيع. خيك حبيبي. ما قدرت نمت بلا ما انت ترجع. تعبان؟ اكيد. كثير. مشي معي. يلا. انا رح ريحك. تحت امك. كنت متوقع اشوف البيت بهالحالة. شايف يا سهير؟ شايف بيتي كيف صار؟ صار خربة. هدمولي بيتي. هدمولي بيتي سهير. هذا البيت اللي قضيت فيه احلى ايام حياتي صار خربة. شايف الأرض؟ زي كيف كانت؟ كانت كلها زهور، كانت كلها خضرة. نشفت، جفت الأرض، ما في شي. حسي أني حاملة جواتي جراحات هالأرض. حسي أني حاملة ظلم الاحتلال. لا لا، أنا مش رح استسلم، مش رح استسلم، مش رح استسلم لو شو ما صار. ولك لو اجى على العسكر الفرنسي كله، أنا مش رح استسلم. رح ارجع انكش من جواتي قوة تضلي تستمر. مش رح استسلم. لا.